حق الأولياء والصالحين يا رب العالمين. اللهم احفظ أخواننا في اليمن يا رب، وفي السودان، في كل مكان تنزلك يا عز الرحمن. اللهم ارفع هذه الأمة بجاه سيد الأمة وبجاه الصالحين وليك يا رب العالمين. اللهم أخوان الحاضرين لهم مقاصدهم، فنجح مقاصدهم وحرجهم. اللهم رب هذا الدعاء منك في جهة. اللهم أنت وجه إليك الولي من أوليك وصالحين وصالحين. اللهم حواجنا كما جمعتنا في الدنيا على محبته، جمعنا في البرزخ معه وفي الآخرة مع جده المصطفى سيدنا محمد. اللهم احفظ أصحاب هذا البيت الرفاعي في هذا البيت حفظا من أمامه وخلفه وفوقه وتحته مع يمينه وعن شماله يا رب، وألف ذات بينهم يا رب العرش العظيم. اللهم اجعلهم هينين لينين سمحين محببين محبين. اللهم اجمع بهم واجمع إليهم واجمع عليهم واجعلهم مجمعا لكل خير، وادفع عنا وعنهم كل شر وضير. اللهم أنه بين قلوب أهل الطريق على مقام قدم للتحقيق يا شفيق يا رفيق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الله منصر أهل غزة يا دكتور. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة سيد صالح عبد القادر القيلاني. شوف لما حضرت القيلاني حضر رفاعيين.